الفترة الأخيرة انتشر فيديو على الإنترنت بيقول إن تم نقل توابيت وقطع أثرية من خلال خط مترو الأنفاق وخط شبرا الجيزة، ويمكن الفيديو قدام حضراتكم. ده الفيديو اللي كان منتشر الفترة الأخيرة، بيدعي إن بيتم نقل التوابيت دي من خلال خط مترو الأنفاق خط شبرا الجيزة زي ما قلنا لحضراتكم. وخرج الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار ونفى هذا الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بتظهر فيه قطع أثرية كبيرة بيتم نقلها على قضبان مترو الأنفاق اتجاه شبرا الجيزة. وصف شاكر هذا الفيديو بأنه مفبرك، لافتا إلى أن نقل القطع الأثرية بيستلزم تجهيزات، واستشهد بما تبعه العالم كل يوم نقل المومياات الملكية من ميدان التحرير إلى موقعها الحالي بالمتحف القومي للحضارة المصرية. كلنا تابعنا طبعا هذا الموكب العظيم، وفي الوقت ده تم نقل كل موميا من ال 22 مومياء في كل عربة لوحدها. يعني الموضوع كان على المشاع وكان مشاهد من العالم كله، فبالتالي وجود فيديو زي ده مفبرك. طبيعي لازم نعرف إن هناك من يقف وراء مثل هذه الفيديوهات، وفي الحقيقة يعني اللي بيعرف شوية في الفيديوهات أول ما هيشوف الفيديو هيتضح ليه طبعا أنه مفبرك جدا. احنا معانا الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار. دكتور مجدي أهلا بيك معانا يا فندم، وكل سنة حضرتك طيب. كل سنة حضرتك طيب وكل الأمة المصرية بخير وسلام. بشكر حضرتك جدا على الاستضافة وتوضيح هذا الأمر، لأن فاكر حضرتك احنا من سنة أو سنة ونص بالضبط كنا عانينا من نفس هذا الموضوع عندما يعني تحدثهم في الفيديو المشهور بتاع أبو الهول نام وقام. أيوة. فيعني لذلك نتمنى يعني أن يكون زي بيقولوا يعني أن يكون هناك زي بيقولوا الضرب بيد من حديد عن كل من تسول لنا نفسه باللعب بهذه الحضارة. لأن حضرتك قلت كلمة مهمة، قلت أن يعني كل واحد ممكن يشوف هذا الفيديو أكيد هيؤكد أنه مفبرك، لكن إحنا بنراهن أو في بعض الناس أنت عارف حضرتك أكيد 10% أو 20% اللي هم ما لهمش في الذكاء الاصطناعي، لأن الفيديو باين تماما أنه ذكاء اصطناعي جدا. ولكن هناك بعض الأشخاص اللي ممكن الهدف من الموضوع هو إثارة البلبلة لا أكثر ولا أقل، وأنه هو زي ما يقول يعمل صوت. وانت عارف حضرتك كارهين الحضارة المصرية وكارهين الجهد المصري والدولة المصرية، وعارف حضرتك احنا داخلين على المتحف المصري الكبير والاستاذ رئيس الوزراء كان من عدة اسابيع في رمضان كان بيتابع المتحف المصري الكبير، كان عندنا قبل يعني رمضان كان عندنا في اول اسبوع رمضان كان اجتماع مهم جدا للاستاذ رئيس الدولة في مشروع القاهرة التاريخية، ومعروف ان الدولة وضعت حاجة اسمها الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بحيث يبقى عندنا 25-28 يبقى عندنا 30 مليون سائح. الدولة كمان وضع ان تخلي القاهرة الكبرى هي تخليها يعني زي ما بيسموها كده يعني مركز ثقافي كبير جدا، بدل ما السائح يجي يقعد ليلتين تحولها ل 12 ليله بحيث ان هي تعمل 8 مزارات سياحيه. الهدف من ده كله تعكير صفو الدوله المصريه، والهدف من كده احداث نوع من البلبله وعدم الثقه، للرغم اللي يشوف الفيديو الاول مهله لو جبنا طفل عن 3 سنوات ازاي يعني هيتحرك مومياوات او توابيت والناس قاعده. وعارف حضرتك الشعب المصري مغرم بالتصوير ده، لو شافوا اي حاجه حضرتك تتذكر ايام حوادث بعض الحوادث الارهابيه الله لا يعودها، كانت الناس بتطلع الكاميرات وبتصور على بصور اي حاجه. وبالتالي الناس كانت قاعده، وبالتالي هو فكره الذكاء الاصطناعي واستغلاله السيء. لذلك نتمنى ان يقبض على من يسول او من يعني يصور او يروج هذه الفيديوهات، لان احنا برضو كان من عده اسابيع ويمكن الموضوع ما خدش صدى، حد قال لنا المصريين كده طلع لنا رسومات كده وقال ان هم عملوا سفن فضاء يعني وحاجات مناظر غريبه جدا، فهم بيستغلوا برامج الذكاء الاصطناعي. والفيديو بالظبط اللي بنشوفه هو 8 ثواني، ولكن الثمان ثواني دول امبارح لغايه الساعه 1 كان جايب 25000 وشويه مشاهده. فاحنا كل ما يعني ما بقلقنا الغرض من هذا الموضوع، ورجاء مجلس الوزراء يطلع يعني صار الموضوع مش مستاهل، ولكن نتمنى ان يبقى في كل وزاره الرد على الشائعات يوم بيوم ولحظه بلحظه. وطبعا وسيله الاعلام زي حضرتك اعتقد ان هي هتبقى يعني كافيه جدا، وبرنامج مشاهد وقناه مشاهده هتقول لكل دول العالم مصر مش ممكن تفعل كده بتاريخها وأثرها، وشفنا كيفية تكريم مومياواتنا ومملوكنا يوم نقل المومياوات الملكية. ويمكن هرجع بحضرتك ل 2006 لما تم نقل تمثال ملك رمسيس الثاني، يعني كيف كانت رحنا عملنا عربية مخصصة في ألمانيا بمواصفات محددة، لما جينا نقل مركب الملك خوفو من الهرم وديناه المتحف كان برضه بمواصفات معينة، لأن هناك طرق عالمية وفنية، لأن عارف حضرتك أي قطعة بتحرك أثر في مصر
كل العالم عليك وكل العالم شايفك، فبالتالي بيبقى في لك وسائل علمية وأمانة بالزبط. علمية في هذا الموضوع. هو زي ما حضرتك ذكرت، وهي دي النقطة المهمة في الأمر، لأن هو واضح جدا إن الفيديو مفبرك، لكن إذا كنا بنتكلم عن الرد على الإشاعات، احنا عندنا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء دايما بيرد على الإشاعات، واحنا الرهان طبعا على وعي الشعب المصري وعلى حضراتكم وانتباهكم لمثل هذه المحاولات والرد عليها. انا بشكرك جدا الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار.